بداية البعث وما حد فهمان شيء والله يستر هالشعب. برأي الشخصي وضع المنطقة لهلا وضع غامض، يعني ما بعرف المنطقة رح تستهدف سوية سياسية بين إدارة ذاتية والنظام أو رح ترجع الولايات المتحدة ورح تجي روسيا. طبعا ساد الأهالي بخافون من عملية تركيا، من بداية عملية تركيا لمناطقنا. أنا برأيي الشخصي غالبا المنطقة تتجه حاليا نحو تسوية سياسية. اعتقادي انه الوضع المنطقة هلا نحن عم نشوفها انه من السوء الى الأسوأ، بس اذا صارت اتفاقيات دولية حسب الدول الاوروبية والامريكية، اذا صارت اتفاقيات ان شاء الله راح تكون احسن. اذا تصير في فيسبوك